الحمد لله الناشر في الخلق فضله، الباسط فيهم بالجود يده، فاضت من يديه على عباده النعمة، وكتب على نفسه لعباده المؤمنين الرحمة، وسبق عفوه عقابه ورحمته غضبه، البر الرحيم الجواد الكريم، جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله، لا يضيره الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، هو المنان بفوائد النعم، ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. نحمده سبحانه إذ لم يصبح بنا ميتين ولا سقماء ولا مضروبين على عروقنا بسوء، ولا مقطوعا دابرنا، ولا مرتدين عن ديننا، ولا منكرين لربنا، ولا مستوحشين من إيماننا. أصبحنا عبيدا مملوكين له، له الحجة علينا ولا حجة لنا عليه، لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا، ولا أن نتقي إلا ما وقانا. سبحانه أحصى الحجاج وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يشغله داع عن داع، ولا تواري لغة عنه لغة، يعلم ضجيجهم على اختلافه، ويحيط بلغاتهم مع تنوعها، ليعلموا أن الله أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد نجوم السماء، الله أكبر عدد ما زفر الحجيج من العبرات والبكاء، الله أكبر عدد ما لبوا لله طائعين، الله أكبر عدد ما سألوه خاضعين، الله أكبر عدد ما ذرفت عيونهم، الله أكبر عدد ما رمشت جفونهم، الله أكبر مثل ما قالوا وفوق ما قالوا وخيرا مما قالوا، الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لبيك يا الله يا الله، لبيك ما فاهت لك الأفواه، لبيك إن الجمع من أعماقه، لبى فلبى بعد ذاك صداه، لبيك إن الذنب يورث وحشة والقلب يا رحمن ما أقساه، لبيك ربي فالذنوب ثقيلة من ذا يقيل الذنب إلا الله، لبيك من كل الفؤاد نقولها رحماك يا الله يا الله، لبيك ربي فالجموع غفيرة كل أقر بما جنته يداه، لبيك واجعل كل عرق نابض عونا لنا في كل ما نلقاه، لبيك ربي والحياء يهدنا العفو منك اليوم ما أرجاه، لبيك ندعو والدعاء وسيلة ما خاب عبد قد سمعت دعاه، لبيك واجعل من مدامعنا التي نبكي بها غسلا لما خضناه، لبيك وارزقنا أعالي جنة نسلو بجيرة أحمد ونراه، لبيك زدنا من نعيمك رؤية أواه لو فزنا بها أواه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه،
التي هي الزاد، وبها حسن المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها أفقه واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. لقد أكثر الله سبحانه الوصية بالتقوى، لقد أكثر الله سبحانه الوصية بالتقوى لحجاج بيته الحرام، وتكرر ذلكم في الآيات التي جاء فيها ذكر الحج، فقال سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال جل ذكره: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال عز من قائل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل في علاه: لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ألا فاتقوا الله عباد الله وأنيبوا إليه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، لقد صبحكم هذا اليوم عيد عظيم، عيد الحج الأكبر، عيد الأضحية ورمي الجمار، عيد الفرح والسرور، عيد البذل والتضحية والانتصار على الشيطان، عيد السمع والطاعة والامتثال لأمر الله دون تردد أو فتون، عيد يذكرنا بالبلاء المبين الذي امتحن الله به خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. أب تجاوز 80 عاما وهو يسأل ربه أن يهب له من الصالحين، ثم تجيء البشرى بعد طول ترقب ويغمر السرور قلب أب لطالما اشرأبت نفسه وتاقت إلى ولد صالح يسعى في مصالحه ويرى فيه شبابه. ثم لم تمكث الفرحة طويلا إلا ويأتيه أمر الله بأن يذبح هذه البشرى قربة إليه، قربة إليه جل وعلا. إي والله إن هذا لهو البلاء المبين، إنه أب في غاية الإيمان والتسليم والاستجابة لأمر ربه، وهذا الابن إنما هو شبل من ذاك الأسد، يعرف أمر الإيمان والاستجابة للخالق المنان. يناجيه والده بلفظ الرحمة والمودة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم لم يمكث إسماعيل عليه السلام إلا ويجيب إجابة المؤمنين إلا ويجيب إجابة المؤمن إجابة الواثق، إجابة البار، إجابة الطائع: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن هذا الابن اليافع يعلم أن الأمر أمر جد وما هو بالهزل، إنه ذبح، إنه فصل للرقبة عن الجسد، إنه فراق للحياة دون مرية. هذه هي قمة الطاعة أيها المسلمون. فالأب لم يراجع ربه ويقول: هذا ابني من أهلي، والابن لم يراجع أباه ويقول: هل ترضى لنفسك أن تقتلني؟ إن الموقف عباد الله ليس موقف عواطف، وإنما هو موقف عبد، وإنما هو موقف عبودية حقة. إن هذا الموقف والثبات والاستجابة لأمر الله لم يكن مقتصرا على هذا الأب وابنه فحسب، بل شمل أم هذا الولد الصغير لتلك الأسرة الصغيرة. فقد روى البخاري في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم وهاجر حينما وضعهما عند دوحة فوق الزمزم، وليس بمكة يومئذ أحد، ثم مضى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، الحج في الإسلام جهاد عظيم، غير أنه لا قتال فيه. فقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري في صحيحه. نعم عباد الله، الحج جهاد، إنه جهاد مع النفس، جهاد مع الهوى، جهاد مع الأثرة، جهاد مع العصبية والعبية الجاهلية، جهاد مع الشرك، جهاد مع الشيطان، جهاد لا انتصار فيه إلا إذا سمت النفس المؤمنة وتوافرت فيها حكم الحج وأسراره، من توحيد الله وعدم الإشراك به، والأخوة والإيثار، والعدل والمساواة، ونفي الفوارق، والاتفاق على وحدة الهدف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي في عمرة القضية، وقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. لنتأمل هذا الحديث عباد الله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمكن في قلوب أصحابه الشعور الدائم بالقوة حتى ولو كانوا في فترة ضعف، وأن إظهار القوة أمام الأعداء مطلب منشود حتى لا يقع الازدراء بالمسلمين ولا الاستخفاف بهم. ويتأكد الأمر في إظهار القوة في الوقت الذي يغلب على ظن الأعداء أن المسلمين في أضعف حالاتهم. ومما يؤخذ من هذا الحديث أن القوة لا يشترط أن تنحصر في النظرة العسكرية فحسب، بل هي أعم من ذلك. فلقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل في الطواف، وهو إسراع الخطى في المشي، وليس هو استعراضا عسكريا، فدل على أن إظهار القوة مطلب حتى ولو كان مشيا. وقولوا مثل ذلكم في إظهار القوة في الاقتصاد والإعلام والصناعة وغير ذلكم، لأن الواجب على المسلمين بعامة إبان هذه الزوابع التي تموج بهم موج البحر، أن يبحثوا في كل مظنة ضعف عن سبب قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بعنايته ورعايته. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. كل ذلك إنما هو دعوة للمسلمين إلى أن يستشعروا القوة حتى في حال ضعفهم، وأن يتدثروا بالرجاء والفأل وحسن الظن بالله، ودعوة إلى اليقين بأن الله قادر على أن يجعل من الضعف قوة، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيجب على المسلمين جميعا أن يتوكلوا على الله، ثم يصنعون مستقبلهم بأيديهم وطاقاتهم ومقدراتهم بكدحهم وأخلاقهم، وألا يبنوا مستقبلهم على موروثات الأمم الضائعة والتي لا تملك من مقومات الحياة المتكاملة شيئا، لأن أمة لا تعرف إلا الله لن يغلبها من لا يعرف الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، إن المتأمل في الشعور العام بين الناس ليحكي بأن العالم اليوم قد قطع مراحل شاسعة في طريق التقدم الحضاري،
والصعود المادي، فسارعت همم البارعين الأذكياء والناشطين المتوقدين في اللهث وراء البريق الحضاري على حساب إيجاد المرء الصالح التقي والبار الوفي. فتقدمت الصناعة وتخلفت الروح، واستطالت المادة واستكان الالتزام بالدين، حتى نشأ من هذا الضمور في الوعي تفاوت مقلق، واجتال آمال لفيف من العلماء والمفكرين بعد أن اعتلى جؤارهم القحط الروحي الذي يسود أرجاء المسلمين بصورة لافتة إلا من رحم ربي. إن الإيمان بالله والشعور بالأمانة الشرعية الملقاة على عاتق كل مسلم يؤمن بالله وبأمره، وإثمار هذا الشعور بالعمل في واقع الحياة وفق ما خلق الله الجن والإنس لأجله، لهو الوسيلة الكبرى للقضاء على الجفوة بين مفهومي الحضارة والإسلام، والوصول بسفينة المجتمع الماخرة إلى شاطئ العز والتمكين. كما أنه يجب أن يكون واضحا جليا لدى المجتمعات المسلمة أن تقرير الفضائل والعبادات التي شرعها الله لنا لا تعوق ازدهار الحياة وتقدمها المادي وسط المجتمعات المسلمة، لأن الإنسان عقل ولب، ومن يظن أن صحوة القلب لا تتم إلا مع خمول الفكر وتهميش الدنيا من كل جوانبها فهو مخطئ الظن ضيق البصيرة. كما أن من يظن أن سيادة العقل وبلوغ الأرب في التقدم المادي والنهضة الحضارية لا يتم إلا بتنحية الإيمان بالله وفصله عن واقع الحياة ومادتها فهو مخطئ أيضا خطيئة كبيرة. ولذا فإن زكاة الروح قد تتم بدون جمال الجسد، وضمان الآخرة والتشمير لها قد يتم أيضا بدون ضياع الدنيا وخسرانها. ولقد صدق الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنه ينبغي ألا يشك عاقل البتة في أن تخلف المسلمين اليوم عن الإمساك بزمام الأمور في الأرض كما كان أسلافهم، وفي الاتصاف بالتبعية والاستجداء للباطش مع ما يصاحب ذلكم من قلق متنام وتوجس مكابد وشعور بأنهم وسط عنق زجاجة يصعدون فيها ولا يلوون على شيء، أن ذلك كله بسبب وعدهم عن دينهم وتنحية شرع الله عن واقع الحياة وخفر العهود والمواثيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المهاجرين محذرا: وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، رواه البيهقي وابن ماجه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها الناس، حجاج بيت الله الحرام، إن انتظام حجاج بيت الله في سلوك واحد وزي واحد وتلبية واحدة ويقصدون بيتا واحدا ليذكرنا بالوقوف مع النفس في مكاشفة ومصارحة في عصر غلبت عليه المجاملات والفرقة والوحشة والتنافر بين النفوس شذر مذر. فنتساءل سؤال المشفق: لماذا لا يكون هذا الانتظام وهذه الوحدة في الأداء مسلكا دائما في المجتمعات المسلمة في عصر كثرت فيه الموجعات وقلت فيه الرادعات؟ لماذا لا تكون هناك وحدة قوية راسخة الأسس شامخة المعالم تطال أمة الإسلام طرا حتى تكون بعد ذلك صخرا صلدا تتحطم أمامه أمواج الفرقة والتخاذل؟ إن هذه الدعوة إلى الوحدة ليست طيفا في الأفق ولا ضربا من التخيل أو نزوة من أحلام اليقظة، كلا عباد الله، فلو كان الأمر كذلك لما حض عليها الباري جل شأنه
ولما حرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسباته وعلى منبره. غير أن السؤال الذي قد يشغل بال الكثيرين منا هو كيف نبني هذه الوحدة، وعلى أي أساس يجب أن تنهض ليشتد عودها ويستقيم ظلها، إذ لا استقامة للظل والعود أعوج. فهل تقام هذه الوحدة على أساس اللغة؟ كلا، فاللسان لم يكن يوما ما هو سبيل الاتحاد والوحدة. ولو كان اللسان وحده كافيا لما وقعت حرب البسوس ولا داحس والغبراء. أفتقام هذه الوحدة على الجنس إذن؟ كلا، فالجنس وحده ليس معيارا يعتمد عليه أو يجعل تكأة للائتلاف العميق. فالناس في الإسلام كلهم لآدم، وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الوحدة الصحيحة لا تقام حقيقة إلا على أساس يجمع الأرواح قبل أن يجمع الأشباح، ويقنع العقول إثر سيطرته على القلوب، ويؤلف بين الرغبات والأهواء كما يؤلف بين النبات والماء. هذا الأساس كله هو عقيدة الإسلام المستقرة في الخواطر والصدور، وملة الإسلام التي تضل أبناءها جميعا ليتفيأوا ظلالها عن اليمين والشمائل بلواء العلي الغفار. إن هذه الوحدة الحقة هي التي ستجعل المرأة المسلمة في المشرق إذا عطس شمته إخوانه في المغرب، وإذا مرض المرء المسلم في الشمال عاده إخوانه في الجنوب. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن للمجتمعات المسلمة في هذا العصر منبرا بلغ مداه المشارق والمغارب، ألا وهو منبر الإعلام. فهو سلاح ذو حدين، وهو قوام المجتمعات للعالمية، ومن خلاله تعرف ثقافة المجتمع ومرتبته الدينية والاجتماعية. فهو بريد المجتمع الناطق، وعقله المفكر والمدبر. ومن أراد أن يحكم على مجتمع ما إيجابا أو سلبا فلينظر إلى إعلامه. إن مما لا شك فيه أن الإعلام مرهون بمقومات نجاح أو بمعاول هدم، ونجاحه يقوم ولا شك على أساس العدل والصدق والإنصاف والمروءة والبعد عن الانتقائية. فلن ينفع الإعلام الظالم، ولا الإعلام الكذوب، ولا الإعلام المتحيز، ولا الإعلام عديم المروءة، ولا الإعلام الانتقائي. وإنه متى أدرك الإعلام رسالته المشروعة في المجتمعات المسلمة فإنه سينبذ الغث والسمين، ولن يستسمن كل ذي ورم، ولن يرى كل سوداء فحمة، ولا كل بيضاء شحمة، بل سيستبقي النافع الرافع الذي يكون مبنيا على التقريب للتغريب، والتصحيح للإفساد، والرزق للفتق، وعلى دعم القيم الدينية والمثل الاجتماعية الحسنة والقضايا التربوية السوية، ورد الشبهات التي تثار حول الإسلام ومناهج المسلمين الحقة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على خير خلقه النبي المصطفى والرسول المجتبى،
أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لقد شهد المسلمون في حجة الوداع خطابا تاريخيا لم يخطب مثله أحد ولن يخطب مثله أحد. إنه خطاب جامع مانع، إنها كلمات من أوتي جوامع الكلم. لقد حوى ذلكم الخطاب سجلا صادقا لضرورات خمس لا يمكن أن يقوم المجتمع المسلم إلا بها، وهي ضرورة المال والنفس والعرض والدين والعقل. تمثل ذلكم عباد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن الإسلام والجاهلية أمران نقيضان لا يمكن أن يجتمعا في نفس واحدة البتة. ثم إن كلمة الجاهلية لم تكن نشازا من حديثه صلى الله عليه وسلم، بل هي كلمة مطروقة تكرر ذكرها في مواضع من كتاب الله، كقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، وقوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقد تكرر ذلكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، وغير ذلكم من الأحاديث التي يؤخذ منها التحذير الشديد من أمور الجاهلية أو مشابهة أهلها. وعلى رأس أمور الجاهلية الشرك بالله جل وعلا، أو الكفر به أو برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه ضرورة النفس فقال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه ضرورة المال فقال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لضرورة العرض في حجة الوداع بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما ضرورة العقل فدارجة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فإن كل ما يفسد العقل من المسكرات والمخدرات ونحوها يعد من أمر الجاهلية. وختم صلوات الله وسلامه عليه تلكم الضرورات بضرورة الدين، حيث قال: ولقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فكتاب الله هو الدين الإسلامي والرسالة العالمية التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهو الدين الذي لا يقبل الله سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي خطبة الوداع عباد الله يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما قد عبثت به أيدي الجاهلية أيما عبث، وهوت به عقولها إلى الحضيض الأوهد، ألا وهو أمر المرأة عباد الله. المرأة التي تقاذفتها أهواء الجاهلية يمنة ويسرة، توعد وتصد عن إكرامها حتى جعلت مصيرها الوأد وهي حية خشية الإملاق والعار. ولا سمو للمرأة عندهم إن هي سمت إلا في السقي والاحتطاب أو إبراد غلة الشهوة على استحياء. ناهيكم عن مواراة القوم حين يبشر أحدهم بالأنثى، حتى جاء الإسلام فرفعها وكرمها وجعلها نصف المجتمع وشقيقة الرجل، وللرجل عليها درجة ليس إهانة لها بل هو حد كمالها.
فهي حاضنة الأجيال، سمتها الحشمة والعفاف والنأي بنفسها عن أن تكون علكا ملتصقا بأنياب الماضغين الذين سيلفظونها فور ذهاب حلاوتها. فما لبعض الأقوام يريدون أن يعيدوا قضية المرأة جذعة كالجاهلية الأولى، ويتسللون لواذا لسلب مقوماتها بدعوى أنها مسروقة الكمال، مهضومة الحق في ظروف مدلهمة تسلبها الثقة بنفسها وبخصائصها حتى تكاد تأيد نفسها وهي حية، وذلك بذهاب عفتها وحيائها الذي أراده الله لها وأراده لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. رواه أحمد والترمذي. عباد الله، اعلموا أن من أعظم ما يؤدى في هذا اليوم المبارك رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والأضاحي والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، والأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي مؤكدة على المسلم العاقل البالغ، ويكره تركها لمن قدر عليها، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها، وتجزئ الشاه عن الرجل وعن أهل بيته إذا أشركهم معه، ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة. ثم إن للأضحية ثلاثة شروط: أولها أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، وستة أشهر في الضأن. والثاني أن تكون سالمة من العيوب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العرج البين والمرض البين والعور البين والعجفاء التي لا مخ فيها. وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل. والشرط الثالث أن تكون الأضحية في وقتها المحدد لها، وهو الفراغ من صلاة العيد دون خطبتها إلى غروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد، فصارت الأيام 4. ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبحها بنفسه، ومن لا يحسن فليوكل غيره ممن يحسن الذبح، وليرفق الذابح بالذبيحة، وليحد شفرته، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في ذبح البهيمة. ثم ليسمي أحدكم عند ذبحها وليقل: بسم الله والله أكبر، اللهم عن فلان أو فلان، ويسمي صاحبها: ألا فضحوا تقبل الله ضحاياكم، وطيبوا بها نفسا وأخلصوها لله تعالى، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أن الحاج إذا نفر من المزدلفة إلى منى فإنه يتجه إلى جمرة العقبة وهو يلبي، فيرميها بسبع حصيات صغيرات، يكبر الله مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ويحل من إحرامه، فيباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء. ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه يبقى عليه طواف وسعي غير طواف العمرة وسعيها. ثم بعد الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء. ولا يضر الحاج ما قدم أو أخر من أفعال يوم النحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. ثم يبيت الحاج بمنى أيام التشريق وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم، فيرمي الجمرات في اليوم 11
والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجلا. كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يقف يدعو بعد كل واحدة من الجمرات إلا الكبرى فإنه يمضي ولا يقف عندها. ومن أراد أن يتعجل فليرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر، ثم يخرج من منى إلى مكة، ولا يضره لو غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى، كما لا يضره لو رمى بعد مغرب اليوم الثاني عشر وتعجل، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الأولى بالإذن فيه من الرمي قبل الزوال، لورود النص في الرمي بعد الزوال وعدم ورود النص الذي يجب الرجوع إليه في النهي عن الرمي بعد غروب الشمس من اليوم الثاني عشر للمتعجل. ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. حجاج بيت الله الحرام، أخلصوا لله حجكم واتبعوا سنة نبيكم تفلحوا، واشكروا الله شكرا كثيرا على التيسير، واسألوه القبول التام، واحمدوه على نعمة الوصول والأمن، ولا تنسوا من بذلوا أنفسهم لخدمتكم من دعاء صالح في ظهر الغيب، وخصوا هذه البلاد قيادة وحكومة وأفرادا على حسن الوفادة وبذل الخدمة، لا حرم الله الجميع الأجر والمثوبة، وشكر الخطى وبارك في الجهود وتقبل من الجميع إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم الحجاج والمسافرين في برك وبحرك وجوك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا قد أصبحنا في بلد حرام وفي شهر حرام وفي بيت حرام وفي يوم من أفضل الأيام، فنسألك اللهم أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة للتبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، وامحو عنا خطايا الخطوات إلى الخطيئات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجات وفي الآخرة سرور التحيات، وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا وأعمالنا من الخيرات. اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك
ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم أرخص أسعارنا وغزر أمطارنا وحسن أخلاقنا وطهر سرائرنا واقض ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم أمواتنا واسمع أصواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.